وحنا دابا في البرنامج ديالنا ماشي غير اليوم زمان وحنا كنتكلموا تنقولوا ودائما اش كنقولوا راه خاصك الدليل. حنا كنتكلموا تنعياو كاينه هناك اغلاط انا متفق معاه اييه كولاسه انا متفق كل شيء انا متفق معاه ولكن ملي كتهضر انت مع شي واحد غيقول لك سير جيب لي الدليل جيب لي الدليل غير حنا غير انا كفخر الدين وانت كمنير ك ك ك كصحافه حنا هنايا ممنوع علينا نجيو فحال دابا لشي مباراه ونقولوا بانه هذاك حضر يديه وهذوك راه عطاو الاخرين هذه كتسمى هضره ماشي ديالنا حنا كتسمى اتهامات هذه اتهامات وخطيره غادي هما الناس يسمعوها ويقول لك اودي اجي الشريف اسمح لي تبت لي وتتولي انت صغير كتبان صغير وي. اذا حنا كنناقشوا وي ما كاين با بروبليم كنناقشوا الحمد لله وما خايفين من حتى شي واحد وما غنتهموش وبطولتنا هاد الكلمه اللي كيقولوها وي لا ريزون خاصات تاع النظر لا قسم وطني الاول ولا الثاني ولا الهوات المنتجي وواحد القضيه باش نضيف لي عاوتاني وفين هما الرياضات الاخرين خليها راه خاصكم تضربكم الغيره انا كنقول الناس كيستمعوا لينا راه خاصكم تضربكم الغيره على الرياضات الاخرين اخلي داك احنا في امس الحاجه اللي قالك عليكم داك النهار بغينا الرياضه الاخرى يتحركوا كما كان راه ما يمكنش الرياضه الاخرى كانوا مزيانين في السبعينات والثمانينات والتسعينات والالفيه وما يكونوش دابا في هذا الوقت اللي كاين دعم وكاين كلشي. فنتمنى الجواب السي علاء يكون مرضي واخا هادشي اللي قلتي نتايا كتقابلوا بعض الاخطاء اللي كترتكب في التسيير مثلا ما غنقولوش راه عندنا برمجه في المستوى راه عندنا برمجه كارثيه على مستوى البطوله من اللي بدات من الاول اللعب تحت الحزام مع الجمهور العادي انا غادي نبرك انا وياه في قهوه غادي نحاول نقنعو نقول له اودي لا راه هادشي اللي كتقول هاد المؤامره راه ما يمكنش ولكن ملي كتشوف شي اخطاء كترتكب في التسيير كتقول اودي اش خلاو لهاد السيد هذا اللي كنحاول نقنع فيه انا كتقول بمعنى كتبقى الامور مفتوحه وشتي البطوله ديالنا راه كان قالها ملوك ديال الرشاد البرنوص الله يذكره بخير قالها شي 10 سنين هذه قال لي شتي نهار ما حد ما كاينش الحبس عندنا في الكره ما عمرها ما تقاد اي صافي خصنا نعيشوا شي عام يكون فيه الحبس لا ماشي الحبس منير يعني الضرب من حديد الضرب بيد من حديد من حديد بمعنى اللي خلص اللي حصل يودي اللي غلط اللي حصل يودي